ألو، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، كيف حالك شيخ وليد؟ الحمد لله والله. جاء الشيخ وبدأ بالقول بأنه يتكلم بكلام يفهمه ويقيمه العلماء، ولكنك يا شيخ وليد لا تستوعب كلامه، لأنك لا تستوعب كلام العلماء. فأنا أريد أن أتكلم بسبكه، فإذا فهمت فاشرح لي ماذا قلت. إما نحن الشيعة نعتقد ونؤمن بما كنا عليه، وكل ما ذهبنا إلى مقولة معينة ومحدودة وكل مسموع ومرئي بما قلنا وشهدنا كل ما دار إليه، كل المعتقدات من المذاهب والأديان إنما هي معتقدات ملهوفة ومشددة ومعينة. إذا ما ذهبنا إلى جميع المقولات والمستحدثات فهذا هو الدليل القاطع والبرهان المعلوم على إن غيبة المهدي لا يعرفه ولا يستدل به إلى من كان معلوما على ما يقوله كل العلماء والمراجع الذي ذكرناه سابقا. ماذا فهمت؟ ولا حاجة. والله إذا فهمت من هذا مع إني ما قلته فإني فهمت ما هو قاله. ماذا كان يقول؟ الله المستعان. والله حيث أنك تناظر أمثال هؤلاء. الله المستعان، ربنا يهديهم. والله والله ربنا يهديهم. جزاك الله خيرا شيخنا. هو لا يريد الهداية، كيف يهديه؟ والله ما فهمت من كلامه شيئا، والله وبالله. نعم، لازم نشكرك يا العفو يا سيدي، ونكبر